أنتم هنا في موريتانيا لديكم نشاط ستنظمونه اليوم. نعم. ما هي مؤسسة سيدة الأرض؟ متى تأسست وما هي أهدافها؟ مؤسسة سيدة الأرض انطلقت في عام 2008، انطلقت من الداخل الفلسطيني لكي نتحدث أولاً. أول الفكرة كانت نتحدث عن الناصرة وعن حيفا ويافا وصفد وعكا وطبعاً وطبرية والمثلثين والنقب الشامخ الصامد وكل ما يتعلق في 48. 48 الكل يدرك بأن الاحتلال الغاشم بدأ في عام النكبة اللي هي عام 48، وهذا اليوم الفارق في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية. كان هناك تهجيرا يعني تطهير عرقي كان في عام 48، 531 قرية مهجرة هجر هذا الكيان، و800 بما يعادل 840 و400 ألف نسمة. يعني أنت تتكلم يعني في حالة استثنائية كما قلت، هذا اليوم الفارق. وبقى هناك في سيدة الأرض بما يعادل 120 ألف نسمة في الجليل، ناصرة والساحل والمثلث والنقب. طبعا في الحالة الجغرافية هو احتل بما يعادل 78% من أراضي فلسطين التاريخية. فهذه الفترة 120 ألف نسمة يعني هم أصل الحكاية وهم أصل الرواية. الآن هم 2,100,000 نسمة هناك في الداخل الفلسطيني في هذه الأرض المباركة. عام 67 كانت النكسة التي ألمت أيضا، وكانت أكثر سوءا وأكثر يعني ألما ووجعا مرة أخرى، الهجرة والتهجير وما حصل في النكسة. أسقطت كل فلسطين بما فيها قطاع غزة الحبيب وهضبة الجولان المحتلة وغور الأردن. وتخيل ذلك، طبعا هو جزء من سيناء إلى آخره. فالآن نحن في مؤسسة سيد الأرض، كانت هذه الانطلاقة في عام 2008 لكي نقول للعالم العربي أولا إن هؤلاء إخوتنا في الداخل الفلسطيني في الناصرة وفي الجليل والمثلث، هؤلاء أصل الحكاية، هؤلاء يملكون من حالة وطنية وهوية وطنية رائعة عميقة عظيمة تستحق الحديث والثناء والدراسة. هؤلاء تمسكوا في الأرض وهناك بقوا في الأرض. دعونا نشاهد الصورة الحقيقية لهؤلاء، لأن أصبح هناك بعد في الأضواء عنهم وفي أخبارهم. يعني عندما أنا طبعا أنا من القدس الشريف، وعندما أزور هناك أشعر بهذا العبق الفلسطيني، يحافظون على التراث الفلسطيني، على هذا الموروث الفلسطيني. أفراحهم ما زالت هي الأقوى لكي يحافظوا على كل ما يتعلق بالحالة والهوية الفلسطينية. فربنا كرمنا أنا ومجموعة شباب في إطلاق هذه الفكرة، وبدأت في أول برنامج عملنا شخصية العام، نختار شخصية نموذجية، شخصية إعلامية وشخصية ثقافية أدبية في كل المجالات لكي نعكس هذه الصورة إلى المجتمع العربي خاصة والمجتمع الغربي عامة. ومن ثم تطورت الفكرة، وأنا بقول دوما أن كل فكرة عظيمة هي كانت في البداية فكرة بسيطة، لكن بالعزيمة وبالأفكار الريادية ستكون يوما ما عظيمة. 17 عام أخي العزيز، ونحن في سيرة ومسيرة سيدة الأرض في عطاء مستمر. 150 مبادرة، أهم أهدافنا هي أن نعكس صورة حضارية عن هذا الشعب البطل، الشعب المناضل، الشعب الفلسطيني، أن نوثق هذه الرواية الفلسطينية، أن نثمن جهود كل من يعمل من أجل فلسطين عربيا دوليا في كل العالم، نبحث عن ذلك. أيضا الأهم من ذلك كان هذا النموذج الفلسطيني، بحثنا عن هذا اللاجئ الفلسطيني، الفلسطيني الذي تهجر عام 48 وعام 67. هذا الفلسطيني رغم كل ما حصل من تهجير ومن إبعاد ومن ظلم ذوي القربة وإلى آخره، إلا هذا الفلسطيني أبى إلا أن يكون في المقدمة أكاديميا وعلميا وثقافيا وفنيا. هذا الفلسطيني في حال رائدة. هذا الفلسطيني يملك ما شاء الله هذه الكاريزما، هذه هبة الله عز وجل على هذا الفلسطيني. فالآن النموذج الفلسطيني بحثنا عنه في مؤسسة سيد الأرض في كل العالم. وكان كل عام نعمل مؤتمر اسمه القدس بوصلة الأحرار هناك في فلسطين، نجمع العالم
كله في فلسطين كي يأخذوا فلسطين إلى كل العالم. في سياسة واضحة هي الثقافة مقاومة. الثقافة مقاومة مهم جدا أن نقرع دائما الخزان ونكون أصحاب بصمة ريادية في هذا العمل الوطني الخالص. ومن ثم هذا النموذج الفلسطيني في كل العالم من مبادراتنا، مبادرة تفاعل إحصاء الشعب الفلسطيني في الشتات، لأنه هذا موضوع كتير مثير. نحن في التعداد الرسمي بما يعادل 14 مليون فلسطيني، والغير رسمي نحن نتجاوز 21 مليون فلسطيني في العالم. هذا الفلسطيني الذي رغم كل الظروف والقسوة والألم إلا هو يعني صعب تشاهد فلسطيني في العالم في وظيفة متدنية، هو يدرك قيمة العلو. وأنا هنا أتحدث ليست بالأنا الفلسطينية، أتحدث بهذه الأنا العرقية العربية الإسلامية، هذه الهوية المتجذرة، هذه الهوية الكنعانية لعمرها 7000 عام. هذا الفلسطيني، هذا الذي يعني ليس صدفة أنه هو من هذه الأرض، هذه الأرض المباركة، هذه أرض العزة والكرامة والكبرياء، هذه أرض فلسطين، هذه أرض فلسطين الذي بورك حولها من القرآن الكريم. هذا وأيضا هنا أتحدث بعنوان مهم جدا، أن العالم كله يعيش على التقويم الفلسطيني، العالم كله. نحن في سنة 2024 هكذا نتحدث، تحتفل بعيد ميلادك في هذا الوقت وفي رأس السنة الميلادية، وكل ما يتعلق في هذه السنة بشكل يومي تقول 2024 أنت تحتفي وتحتفل بالسنة الميلادية الفلسطينية نسبة للفدائي الأول المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، ميلاده في بيت لحم وهو من الناصرة والبشارة العزيزة على قلوبنا جميعا. فهذه الرؤية المهمة جدا التي نوثقها نحن في مؤسسة سيد الأرض في عبر 150 مبادرة، والآن نبدأ مرة أخرى في مبادرة عالية الجودة وعالية التفكير وعالية الحضور من موريتانيا إلى فلسطين. سنصلي في القدس.